ارتباط الغرفة بالمنطقة الشمال الارتباط، يعني أنه أغلبية تقريبا جميع قرارات المركز اليوم. إذا كي حمزة بن عبد الله رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، لأن كي واكبتوا معنا اليوم كانت الدورة الأولى للغرفة برسم سنة 2024، الدورة اللي كانت غنية بالنقاط، 21 نقطة اللي دارسها الجمع العام، من أهمها كان التقرير الأدبي والمالي والمصادقة عليهم، وتقديم تقرير ديال مدقق الحسابات برسم سنة 2021 و2022، أيضا كان تقديم مشروع ديال الميزانية اللي عرفته واحد ارتفاع هذا العام، إن شاء الله غادي تعرفوا واحد ارتفاع على مستوى ديال الاستثمار، وواحد النقص على مستوى ديال مصاريف ديال التسيير، باش نحاولوا نزيدوا من الوتيرة ديال الاستثمارات على المستوى ديال الجهه ديالنا. كان مجموعه ديال النقاط اخرى اللي كتهم اتفاقيه شراكات مع المنتدى الاقتصادي او مع المركز ديال الوساطه، ايضا مع الجامعات ديال سيدي محمد بن عبد الله، جامعه الاخوين، جمعيه تجاريه على مستوى ديال مكناس اللي تاهي درنا معهم واحد اتفاقيه باش نكتفوا من المواكبه ديالنا ديال التجار. كان تقديم ديال برنامج العمل ديال الغرفه برسم هذه السنه هذه اللي حظى بواحد الاجماع على مستوى ديال الاعضاء ديال الغرفه، اللي هما اصلا الطريقه ديال الشغل ديالنا انهم كلهم ساهموا، جميع اللجان ساهمت لي باش يتصوب هذا البرنامج العمل، وان شاء الله المكتب غادي ينكب دابا باش يدير التنزيل ديال هاد البرامج هادي على ارض الواقع.